عايشين غير من الحرف هذه، ما عندناش شي حرف اخرى. الا ما صورناش ما كناكلوش يعني، فهمتيني؟ ما عندناش شي خدمه اخرى ولا شي حاجه. خدمتنا هي البيع والشراء، هي التجاره، هي كنبيع البنان، معروف انا بالبنان. لو كل شيء غالي وفين نمشي نخدم؟ كل شيء غالي. انا هذه هي بلاصتي في السويقه فاش نخدم. الجلبانه كناخذها ب 300 درهم 340، هذيك تندير لها 400، وشحال تندي فيها؟ وهذه ما نشري لك بشحال كنشريها؟ 190، رابعه ب 190 ريال. هذه راه حنا تنشريوها بنيتي السلعه بالثمن. وعلاش نشريوها بالثمن؟ الا خاش الفلاح الصغير ما بقاش يلقى عنده باش يعمر، وانتوما عايشينها مع الفلاح الصغير. الفلاح الكبير راه تيصير الا جاه الغلا كان هنا في القنيطره راه غيصيفطها لطنجه او غيصيفطها لالمانيا. تنقول لك واحد القضيه وتنوصلها ميساج للمسؤولين ونوصلها لاي واحد، ما يعطيوناش الدعم، ينقصوا من السلعه. وهذاك اللي هذاك الدعم اللي غادي يعطيوه لينا ياخذوه، ينقصوا على السلعه. قلت له ارجع المازوت ب 8 دراهم، ارجع ليسانس ب 9 دراهم، ديك الساعه السلعه غادي تطيح. ما يكذبش عليك كذاب.